سعيد عبد المنعم محمد. العرض اسمه وزوم الحمام لفرقة عشاء المسرح المسرحية بركة السبع، هي تأليف صلاح السايح وإخراجي إخراج سعيد عبد المنعم. هو العرض بيتكلم عن العادات والتقاليد المتوارثة من أيام الفراعنة لغاية التاريخ المعاصر، وهو بيتعامل مع العادات والتقاليد زي ما هي يعني من غير رتوش يعني. طبعا رغم ان احنا ان العادات والتقاليد دي احنا بنبقى يعني رافضينها من جوانا، ولكن بنمارسها يعني بنمارسها حبا فيها من غير ما نسال نفسنا هل هي صح هل هي غلط. فاحنا بنقدم العرض كما هو، ما بنعالجش يعني. الفن دوره ان هو ما يعالجش القضيه بقدر ما هو يعرض القضيه للجمهور، وعلى الجمهور ان هو يختار وانه يحدد اذا كان ده صح او ان كان ده غلط. دوري كان طفلة اسمها نجاة. هانت يا بنت، هانت 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 يا بنت، اكتمي نفسك اكتمي نفسك يا بنت، خلاص هانت الراس بقى، خلاص خلاص يا بنت.
يوسف النقيب مخرج وممثل ومخرج بالهيئه العامه لاصول الثقافه وممثل من 30 سنه كده ولا حاجه لك. هو طبعا احنا ما بنقدمش شخصيات بعينها قد ما هي حاله طقسيه كانت تستدعي يمكن الشخصيه اللي كانت متعبه شويه في الحصول على ان حد يعملها داخل الفريق اللي هي الست العجوزه، وده لان كان في سابق يعني ان انا عملت نوعيه الادوار دي وحصلت على جوائز فيها حتى من خلال مهرجانات نوادي المسرح وقبل كده في الفرقه القوميه عندنا في المنوفيه في نفس سكه الدور ده. فهو الشخصيه مش غريبه عليا، فهم اصروا ان احنا نعمل السينا اللي هي الست الكبيره دي، واستغلوا جزئيه تانية بيقال ان هي يعني صوت حلو فيها، فعملت الجزء الاولاني اللي هو شبه بالراوي اللي عمل استهلاله بتاع العرض، و لان برضو كان ليه علاقه بالموالد، ففي جزئيه خاصه كده اللي هي كانت الجزئيه الخاصه بانشاد المولد ده كانت عملتها من خلال طقس الذكر يعني. يا اللي عليك يا طير
خناق قصوا جناحك يا طير وبسمتك راحي قلبي عليك يا صير عيني عليك ناحي قصوا جناحك يا طير قلبي عليك يا طير وعيني عليك لملم جراحك يا طير لملم جناحك يا طير لملم جراحك يا طير لملم جراحك يا طير وداوي في جناحك اسمه زوم الحمام اخرجه الاستاذ سعيد وطبعا نخبه كبيره جدا من الممثلين معانا انا دي تعتبر تاني مره معاهم في العروض ودوري انا كان دور تماضر وام بنت فطبعا الاستاذ سعيد بشكره انه اختارني للدور ده ويعني انا مش عارفه اقول ايه يعني ربنا يا رب يوفق الجميع ويخلي يعني ايه يعجب الناس كلها العرض بتاعنا
العرض مجموعة من الطقوس، خالد موسى السيد مخرج مسرحي وممثل، وكنت بعمل شخصية الشيخ الغفر او العمدة او السلطة على كل مستوياتها يعني، او الظلم اللي واقع دائما من السلطة ومحول الناس من بني ادمين لغنم او لمساقين يعني. رضوان يقول للنبي يرضى بنا الجنة ونشوف قصور النعيم اللي ما مسهاش فن. قال لي اسكت يا رضوان، ده انا ليا عواجز عالبيبان، عالبيبان بتستن، الغبت عنهم يقولوا شغيبك عن صوت الحمان يا سطاني خمر عباد بسم الله الرحمن الرحيم. صبح سيف الدين ممثل ومخرج مسرحي ومخرج سينمائي وفي تجارب كتيرة وكتابة وكده، عضو بفرقة عشاء المسرح الحرة مكرها في المنوفية. الفرقة بتاعتنا طبعا لها أعمال، ده يعتبر أول مهرجان نشارك فيه بالنسبة لساقية الصاوي، كان في مهرجانات تانية طبعا شاركنا فيها. بالنسبة للعمل بوجه خاص، العمل ده فرجة شعبية يعني، ممكن أنه تعرض في مسرح مفتوح، ممكن يتعرض في قاعة، ممكن يتعرض في عرض الجرن، عرض شارع، ممكن يتعرض في أي مكان. بالنسبة للفرجة الشعبية بتتلخص في التيمات اللي موجودة في الشعب بتاعتنا، بمعنى في تيمة السبوع اللي هي فرجة السبوع، وفي فرجة الزار، وفي فرجة اللي هي الاعداد التعديد على الميت، وفي فرجة اللي هي الذكر، حضرات الذكر، وده بالنسبة للمجتمع الصعيدي، وده برضو موجود في غير المجتمع الصعيدي، المجتمع الريفي برضو بيتمتع بكده. غني وعلي الصوت، اوعى تخاف يا حمام، من غير غنى هتموت، اوعى